مرحبا في حلقة جديدة من برنامج NBA in Action مع حسين علوي، واليوم ويانا الضيف محمود أبو حسون. مرحبا محمود في الحلقة. هلا بك حبيبي سيد، ونبارك لك فوز ميامي. لا مو فوز لحد الحين، مو فوز كل ما احنا كل ما احنا نكون في التخريج. لا هذا مو فوز. شفنا امس ليبرون جيمس مقدم مستويات خيالية، مستويات الكينج، مستويات MVP، كل انواع المستويات اقدر اقدمها اقولها على ليبرون جيمس. شفنا صار امس راي ألن خرافي كان امس خرافي. اعتقد كان داخل المباراه كانوا في بالهم الفوز ثم الفوز ثم الفوز، لان شفنا قبل المباراه الفريق غير رايه من انه يلعب بجيرسي عادي لا جيرسي المامبا. شلون كان ليبرون جيمس امس وشلون كانت ردت فعله يعني شلون رجال دخل المباراه بشكل خرافي، برسنتج عالي، مصوب عالي، سجل ثلاثيات من كل مكان. شنو 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 اللي كان في باله امس؟ يعني اختصار اللاعب كان داش مركز، ليبرون كان داش مركز امس ويبي ينهي السيريز خلاص، يبي يطلع من البابل از تشامبيون البارحه. انزين بس ما صارت، يعني شفنا تخاذل من الفريق. خلينا نقول ما نقول تخاذل، خلينا نقول ايد واحده ما تصفق. بس ديفيس كان ممتاز أمس. ديفيس كان ممتاز بس إصابته واجد فرقت، يعني لما طلع مصاب رجع شفناه يلعب دائما فوق. يعني ما أعرف كم لقطة نزل تحت وحصل كم فري ثرو، يعني بس مو تخاذل بقد ما هو عدم توفيق من التيم ميتس مال ليبرون. شفنا أنثوني ديفيس أمس داخل المباراة طريقة ثانية، يعني ويمكن مو مبين بشكل ستريت فورورد بشكل أكيد، لكن لو شفنا السنيكرز مال أو جوتي مال أنثوني ديفيس كان الجولد. يعني الفريق داخل براون خلاص ان انا جاي اليوم جيم 5 انا بخلص على ميامي باخذ البطوله. اكيد ليكرز البارحه مثل ما قلت لك داش يبى يطلع از تشامبيون. شفنا امس روند مو نفس روند اللي كان موجود في المباريات اللي فاتت، قلت لك في عدم توفيق من التيم ميتس مال ليبرون. يعني اذا بجيت قارن بين لاعبين ميامي ولاعبين ليكرز، لاعبين ميامي امس 7 لاعبين لعبوا طول المباراه، طول 48 دقيقه 7 لاعبين، 6 منهم دبل ديجيتس. يعني هذا اللي كان ينتظره ميامي، هذا اللي كان يحتاجه. بالجهه المقابله ليكرز، ليبرون، أنتوني ديفيس، كالدويل بوب. بس كالدويل بوب بعد ما نقول طول المباراه كان موجود في فترات معينه لا. من المباراه وقت اللي الفريق يحتاج. انا اتكلم عن الدبل ديجيتس في السكور. داني جرين، انا كنت اقول انه في البلاي اوفس والمباريات الفاينل ان داني جرين مو هو داني جرين سان انتوني سبيرس، مو هو داني جرين تورنتو رابترز، ولا داني جرين كليفلاند كافاليرز، ولازلت اقول ان داني جرين سيء. مو بس لانه ما سجل اللقطه الاخيره ولا لا، داني جرين كان سيء، داني جرين شوتر فعلا سيء كان سيء جدا البارحه. ناخذ هالسنه بس من العام هو تشامبيون ويا تورنتو صح، بس لما نراجع البلاي اوفس كان ستراجل في البلاي اوفس، متى مشى في الفاينل. بس الفاينل كان يشوت بنسبة زينة، ساعد تورنتو بشكل كبير انهم ياخذون الفاينل يعني. بس داني جرين صار له سنتين الحين مو البيور شوتر اللي تعودنا عليه مثل ما قلت، سواء كان في سان انطونيو مثلا. زين شنو هذه ترى مشكلة في الليكرز. يعني يمكن ليبرون جيمس يقدم مستوى افضل من اللي قدمه امس، يمكن ليبرون جيمس ما يقدم مستوى نفس اللي قدمه امس، يمكن أنثوني ديفيس يطلع في المستوى المباراة مستوى افضل، ويمكن الإصابة تأثر على أنثوني ديفيس، ويمكن نشوف تفاوت من مستوى أنثوني ديفيس. هنا بنحتاج الرول بلايرز، الرول بلايرز هم اللاعبين اللي الفريق يحتاجهم. الرول بلايرز مال ليكرز مو جاهزين، يعني اللي شفته أمس مو جاهزين. شوف ليكرز ده يبغى يفوز لازم يكونون رول بلايرز ماله في المستوى الجيد، يعني خلينا نقول في المستوى الجيد إنه يسجلون الأوبن على الأقل، وهذا اللي قاعد يصير هالسنة طول السنة ويا ليكرز مو بس في البلاي أوفز. حتى شفت في البلاي أوفز يمكن بشكل أكبر بينت نسبة الثريهم كانت عندهم سيئة، بينت إن الليكرز الرول بلايرز مال الليكرز مو ثابتين المستوى، فأنت ما تقدر جيت تتوقع أو تقول تجزم إن الليكرز بيخلص المباراة. لا، أنت قاعد تنتظر نقاط الرول اللي مو ثابتين، تنتظرهم هل هم زينين اليوم أو سيئين. هذه مشكلة كبيرة عند الليكرز. مورس أمس 0 نقطة 0 ريباوند. مورس أنا جاي بتكلم عنه صراحة بدون ما تسألني. أنا ما أدري شنو كان يسوي في الملعب، يعني لا يسجل ريباوند عندهم ولا ذاك الزود، أتوقع يعني ما استشار ريباوند واجد، بالإضافة إنه كان ثغرة دفاعية. يعني شوف آخر لقطة لجيمي باتلر اللي حصل فيها الفاول، زين الحين صاير سكرين من جاي كراودر، أنت ليش ما أنت لا سويت السويتش ولا رحت هج، رحت وقفت في الجهة المقابلة اللي راح فيها بنتريشن باتلر. يعني كان تفكيرك كلاعب كرة سلة في هاللقطة بالضبط؟ علامة استفهام كامل. يعني كانت أمس موجودة على لاعبين الليكرز عدا ليبرون
عادي أنتوني ديفيس تحكى لاعبين ليكرز تحكى كوزما من ضمنهم بس كوزما الشلة يفرق وياه إنه كان يدافع بشكل ممتاز. كي سي بي شفناه يدافع بشكل ممتاز كان يحاول يصك على دانكن روبنسون ويصك على تايلر هيرو بس شفنا مستوى استثنائي مو مستوى استثنائي يمكن شفنا اللي كان يحتاجه ميامي هيت شفنا اللي كان يحتاجه انه في دانكن روبنسون كان مختفي في هذه المباراه فجر فهل هو توفيق انا اعتقد توفيق انه دانكن روبنسون بس كان دفاع جدا لصيق من كي سي بي هو صار توفيق اكيد صار توفيق بس بعد انت تحسبها لإيريك سبولسترا على الخطه اللي لعب فيها المباراه دائما كنا نشوف لاعبي ميامي لا مركزيه عندهم دائما يتحركون اوف بول دائما دائما وكنا نشوف يعني سبولسترا امس لعب بستايل يمكن اشبه بالستايل الاوروبي كان سكرينات واجد في كل هجمه شوف كم سكرين يصير حق لاعبين ميامي وشوف من يسوي السكرين حتى الجارد يسوي السكرين جيمي باتلر امس كم سكرين سوى فهذا يعني حتى كان المعلق مال المباراه يقول ان هذه الطريقه ما تخلي دفاع الليكرز يسوي السويتش لان اي سويتش متاخر خلاص اوبن لاير اوبن لاير او اوبن شوت خلاص راحت يعني اذا بيصير هيلب بيصير بنتريت خلاص واحد من اللاعبين بيفضون بيصير يا اوبن شوت او اوبن لاير يعني واحد من كل الاحوال بالضبط فخطه ميامي امس كانت صراحه رائعه يعني سبولترا مشى المباراه بشكل زين وخلينا نرجع لاخر مره تكلمنا انه اللي يلعب بالسمول يا تصيب يا تخيب شوف هذه تصيب هذه تصيب البارحه صابت بس شفنا كيلو ونلك اللي كان معتمد عليه في المباريات اللي فاتوا امس مو موجود هو ما احتاج كيلو ولينك لأنه قلت لك إصابة أنتوني ديفيز أجبرته أنه يلعب فوق كان يلعب يعني فوق خط الثري مجمل المباراة بعد الإصابة فهذا واجد واجد أثر على الليكرز جيمي باتلر مرة ثانية تريبل دبل آخر لاعب سوى تريبل دبل في مرتين في الفاينلز كان ليبرون جيمس شفنا تصريح أنتوني ديفيز لما جيمي باتلر سوى تريبل دبل في اخر في المباراه اللي سجل فيها 40 نقطه قال انه انا بدافع على انثوني ديفيس انا بدافع على جيمي باتلر وهذا شيء مستحيل يتكرر او ما بخليه يتكرر وشفنا المباراه اللي قبلها اللي عقب ما سوى جيمي باتلر تريبل دبل 40 نقطه شفنا انثوني ديفيس محارب على جيمي باتلر تعبه في الدفاع وشفنا مستوى مغاير من جيمي باتلر جيمي باتلر امس ما في كلمات توصفه يعني كان ماخذ مثل ما نقول ثلاث اعباء في المباراه كان يصنع لعب ميامي طول المباراه يصنع اللعب يدافع على ليبرون جيمس هذه بعد مهمه صعبه وكان ماخذ السكور مال ميامي زين بس في شيء نسيته خمسة ستيل اخر لاعب سوى سجل 35 نقطه 10 ريباوند 10 اسيست وخمسة ستيل في فاينلز او في البلاي اوفز كان جاري بيتن بنشوف جيمي باتلر جيم باتلر نعرف انه هو دفاع نعرف انه من اذكى يعني اللاعبين المدافعين يمكن ومن افضل اللاعبين اللي يقطعون كرات شفنا هاي الشيء في البلاي اوف كامل مجملا هل هذا يبين ميامي مستعد حاليا انه يسوي يقلب الطاوله على الليكرز ولا بعد لحد الحين ميامي صعبه انا لحد الحين اعتقد ان هذا اللي شفناه امس خاصه المستوى امس كامل الفريقين اعتقد هالمستوى من الفريقين مستوى ما راح يتكرر يمكن في المباراه الجايه يمكن نشوف مستوى مغاير مستوى اقل لأن كل الفريقين البترول اللي عندهم وصل للنص طلعوا هذا كامل النص المتبقي طلعوا أمس كامل في المباراة لأن شفنا مباراة كلوز جيم طول الوقت تقدر تقول أعطوا كل اللي عندهم كانت مباراة يعني مجنونة يعني أحلى مباراة كانت في السيريز كلوز جيم وطول المباراة كلوز يعني يمكن راحت شوي 10 نقاط أتوقع وتسع هالحدود بس بسرعة كان يرجع الفارق وترد ترجع كلوز جيم بسرعة كانت ترجع كلوز جيم جيمي باتلر طبعا شهادتي فيه مجروحة صراحة يعني أثبت أنه بالنسبة لي يعني من وجهة نظري يمكن أشوفه لاعب تبني عليه سيستم الفريق أزيد مما هو يكون مكمل يعني هو في أي فريق لعبه كان مكمل يعني في شيكاغو بولز كان تحت ديرك روز في خلينا نقول مثلا تيمبر وولفز كان تحت تاونز تحت ويجنز في سيكسرز كان تحت أمبيد تحت بن سيمنز بس شوف لقى روحه في ميامي لقى روحه في ميامي انا اول فريق اخوي اختار ان اول فريق اختار ان يبي يلعب فيه يعني لو شاف في شيكاغو كان مسوين له درافت شيكاغو سووا له تريد حق وين مينيسوتا سووا له تريد حق سيكسرز فكل هالفرق اللي مر فيهم جيم باتلر هو ما كان مختار هو كان تريدات بس يعني بين بمستويات عاديه وياهم حتى صح. الكل شكك ان هل جيمي باتلر من الستارز في الدوري او لا صح. واجد ناس شككت يعني هل بداية باتلر هي شيكاغو بولز كانت بس بداية وبعدين انطفى بس بين يعني ويا ميامي خصوصا في فاينلز
وهيد تو هيد ويا ليبرون جيمس وتلعب بهالطريقه 47 دقيقه من اصل 47 دقيقه و10 ثواني، يعني الثواني اللي طلع فيها جيف باتلر قاعد على البنش 50 ثانية بس. اخر واحد سواها ليبرون اتوقع ضد بوستن سلتكس جيم 7. قلت لك يعني تلعب بهالطريقه في الفاينل وقدام ليبرون جيمس يعني أنتوني ديفيس وأنتوني ديفيس. لا أنا أقول لك الهيد تو هيد هو كان هيد تو هيد يا ليبرون، يعني أمس استمتعنا بليبرون وباتلر أمانة كانوا خرافيين بمعنى الكلمة في المباراة، خلونا نتمتع لآخر لحظة. مباراة جيم 6 شنو ممكن تشوفها من ميامي وشنو ممكن تشوفها من ليكرز؟ ودي صار من الليكرز، هل الليكرز راح يخلصها؟ قلت لك من البداية الليكرز يعتمد على توفيق الشوترية مال أو الرول بلايرز، فأنت ما تدري هذولين ما تضمنهم. يعني مثلا داني جرين يقول كالدويل بوب شوية بده يثبت في المستوى، يعني مو لذاك الزود بس أكو يساعد ليبرون ويساعد أنتوني ديفيز، بس الباقي علامة استفهام كان عليهم بس ما انتقلت. بس ممكن يعني إذا جوهم كانوا في الأفرج مالهم الطبيعي إنه كشوتر يسجل ممكن يأخذون المباراة، بس يعني أنا أشوفها شوي صعبة على ميامي إنه يقلب السيريس. هي صارت من 3-1 انقلبت مرة واحدة واللي سواها ليبرون، فأنت تبغى تقلبها الحين على ليبرون. بس إذا راحت جيم 7 anything could happen in game 7 anything أي شيء ممكن يصير. جيك راودر بروح لنقطة جيك راودر، شوف البارحة لما لعب ركز على اللعب، يمكن ما سجل نقاط واجد، سجل 11 نقطة بس كان دوره في الملعب دور مهم جدا لميامي، سواء من ناحية سكريم من ناحية ديفنس من ناحية سبيسنج يسوي للتيم ميتس ماله. ليش ما كان مركز من بداية السيريس يلعب بهالطريقة؟ يمكن يعني خوف، مو خوف، هو يعني جاي في باله انه يبي ينرفز ليبرون، يعني يلعب المباراة اللي فاتت بالاخص اللي لما كانت 2-1 حق الليكرز صق كان متعمد انه يعني في يعني صق في كم لقطة بينت ان جيك راودر جاي يبي يطلع ليبرون من اجواء المباراه. صعب، لا 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 صعب انك تطلع له من اجواء المباراه لا يعني, يعني انا ما ادري انت كلاعب فريقك يمكن تعرفه، ما ادري شنو هو كان في تفكيره، ما ادري يبغى يعيد يعني يبغى يعيد الباد بويز البيستنز يعني اللي سووه في مايكل هالامور. شفنا الباد بويز. الباد بويز كان ديك الفتره كان قوانين التكنيكال تقريبا ما كانت موجوده او ما كانت مطبقه بشكل كامل. شفنا الجوردن رولز، الحين انت ما تقدر تسوي ليبرون رولز، يعني اللي تقدر تسوي ان انت يمكن يتراش توك ليبرون مثلا او تحاول لما يدش لياب ليبرون. يعني انا مثلا لما اشوف ليبرون يدش لياب ويسوون له فاول سوفت، يا حبيبي لا تسوي له فاول، يا تسوي هارد فاول يا تخليه، يعني ما منها فايده ان انت تسوي له. يعني شفنا مواجد لقطات ليبرون يدش، شفنا ليبرون كان صراحه طاغ في ميامي، طاغ على ميامي في الاد وانز دش لياب، لان شنو يا اللي يكون جارد ماله مثلا عنده ساعات يخترق يكون جارد ماله تايلر هيرو دنكن روبنسون، جسمانيا ضعاف يعني على كتلة ليبرون. ليبرون يدش على بيكز ياخذ اند وان، يا تنزله كامل في الارض يا انت خلاص هده يا اخي تباعد عنه. يعني شفنا تايلر هيرو يوم اللي سجل في اخر دقائق اخر ثواني ضد الليكرز في الجيم اللي فاز فيه ميامي، شفنا تعابير وجه، طلع تعابير وجه انه كان مستفز الى الليكرز ورا اللي عقبها. لا تايلر هيرو يمكن ما كان يستفز الليكرز بقد ما هو يبي يثبت وجوده او وجود ميامي، بس حركه مستفزه يعني انت تشوف لاعب عمره 20 سنه اصغر لاعب بس انه صار عليهم الكلام انه مثلا بناخذ ميامي سويب بنغلمهم 4-0 وهالامور. فهذا انا اشوفه من وجهه نظري كان كاثبات ذات، كاثبات وجود ازيد ما هو استفزاز الى الليكرز. ترى اللي صار انه شفت انا تصاريح الليكرز وشفت تصاريح اللاعبين ما بعد المباراه لما سألوا سبولسترا عن النتيجة شنو قال؟ I don't care. لما سألوا جيم باتلر عن النتيجة نفس الكلام مطابق، يعني ولا كأن احنا يعني ميامي هيت اللي انا قاعد اشوفه او الميامي بالضبط يعني يلعب تحت ضغط، بس مو كل الميديا مركز عليهم، الميديا مو مركز على ميامي، مركز على ليكرز ومركز على هل ليكرز راح يقدر ياخذ البطولة 17 يعادل بوستن سيلتكس في سنة اللي توفى فيها كوبي ويهدون هذه البطولة إلى كوبي. هذا بالضبط المنتاليتي اللي موجودة عند لاعبين ليكرز، we gonna do it for Kobe. For Kobe. وشفنا إن أمس كانوا يبون يتوجون جيرسي كوبي. جيرسي كوبي. وهذا الشيء ما نفع. بس أنا مو قاعد أقول لومن في الفريق، أنا قاعد أقول
ليكرز امس ميامي هيت امس لعبوا من افضل ما يمكن، يعني مستويات رهيبه. يعني انت شلون تعرف ده الفريقين لعبوا نفس يعني مستوى عالي؟ النتيجه قاعد اقول لك بالضبط، كلوز جيم، كلوز جيم كانت طول المباراه. ويعني لو خلينا نقول لو ليكرز فاز ليكرز مستحق، ولو ميامي فاز امس بعد كان ميامي يستحق المباراه امس. يعني كل الفريقين كانوا مستحقين، الفريقين يستحقون، الكل أمس. كان متوقع ان لما بدايه السلسله وانا يمكن منهم يعني توقعت ان السلسله راح تكون يعني غير عن العاطفه وغير عن هالشيء، توقعت السلسله راح تكون سهله. يعني ليكرز بالنجومه مستحيل، صعب ان ميامي يقدر عليهم، عرفت؟ فانت تجي لل على الورق تشوف ليبرون جيمس انثوني ديفيس من افضل اللاعبين، شفت توب 5 في الدوري، توب 5، تشوفهم شنو اللي سووه في جيم 1 زين، تهني تاخذ رده فعل. يعني اكيد ان الناس اللي قالت 4-0 ولا 4-1 الناس اللي عندهم جاستيفيكيشن اللي شافوه في جيم 1 صح زين، بس لكن من بعد جيم 2 جيمي باتلر سوى شيء يمكن ما ادري يمكن الميديا مو مركزه عليه. من بعد جيم 1 جيمي باتلر الافرج ماله اكثر من 25 نقطه، الافرج ماله اكثر من 10 ريباوند، الافرج ماله اكثر من 10 نقاط من 10 اسيست. هاي من بعد جيم 1 اتوقع في الفور جيمز، اتوقع يعني شفت احصائيه مساعه بس مو متاكد منها، اتوقع صار الافرج ماله عقب البارحه تربل دبل، تربل دبل بس اذا استثنينا جيم 1، اذا استثنينا جيم 1 الافرج ماله جيمي باتلر تربل دبل ب 25 نقطه واكثر في لاست فور جيمز، لاست فور جيم اخر مباريات. فهذا اللي يبين لك انه جيمي باتلر يعني نشوف الاعلام مركز عليه. يعني هل نقدر نقول اصابه دراجيتش حررت باتلر اكثر؟ اصابه دراجيتش خلت جيمي باتلر يحاول انه يغطي مكان دراجيتش، دراجيتش كان مؤثر لانه شفنا في سيريس بوستن سلتكس كامل لحد ما انتهى السيريس ما شفنا باتلر عطى ذاك يعني ذاك المجهود نفس اللي قاعد يبذله حاليا. كلش لا شفناه، بس انه مثلا وقت اللي تصير كلوز جيم بعد ما هذا هني انت تشوف وكان يتميز في الربع الرابع يعني الكلتش في الكلتش مومنتس، في الكلتش كان يعني ياخذها يعني وقت اللي تحتاجه كان موجود، كان دراجيتش معدل ماله اكثر من 20 نقطه بالضبط، كان هداف الفريق، هداف الفريق يعني اعلى من يعني اوريدي منظومه ميامي حاليا كلاعبين تعتمد على اللاعبين الموجودين السبعة والثمانية، معتمدة على دراجيتش ودنكن وتايلر هيرو، معتمدة ان سبع لاعبين يسجلون فوق 10 نقاط، هذا اللي شفناه امس صار. بس البارحة شفنا كندريك نان مستوى، كندريك نان مستوى ما شاء الله عليه يعني مستوى ممتاز، يعني اثبت لسبولسترا ترى ان انا يعني استحقت ان انا اكون ثاني افضل روكي في الموسم. يعني شفنا نهاية الموسم لما التصويت ترتيب صح في الترتيب انه كان جامورانت عقب يجي كندريك نان، كندريك نان صراحة البارحة كان مستوى رائع، يعني مو بس في التسجيل لا حتى في الدفاع، في الدفاع في اخذ اتوقع ستيلين كان في صناعة لعب، يعني مو صناعة لعب بشكل كامل لانه كان يعتمد على باتلر. انا اشوف كان المفروض سبولسترا شوي يعني يريح باتلر من صناعة اللعب، لما كان نان في الملعب يعطي بعض الهجمات هو يصنع يخلي باتلر شوي يرتاح عن حمل الكورة. لما يدش باتلر يدش على الـ على الـ على البينت هني تصير سالفة أكثر الأسيستات مات باتلر، لأن لاعب لاعبين لازم يا لاعب يا لاعبين يكونوا فاضيين. فهني تشوف إنه جيمي يدش نفس مثل ما أنت من ساعة قلت إنه لما يصير السكرينات دي سريعة يدش باتلر إنزين. روبنسون واحد فاتح، تايلر هيرو، جيك كراودر، حتى بعد جيك بام تحت السلة يكون موجود. فنشوف هاي سبب ان جيمي باتلر صاير ماخذ صناعة اللعب اكثر وقتنا، خلينا نقول بطريقة جديدة، يمكن طريقة ليبرون انا اسميها هاي طريقة ليبرون تقريبا، طريقة ليبرون ان ليبرون يدش على الرينج هو حاط في باله ان راسم اوريدي الخطة في الملعب شلون وين اماكن موجود اللاعبين، فمن يعرف ان مثلا هاي تحرك جاي شافه قدامه خلاص هذا بيكون فاضي بعطيه الكرة. فهذه طريقة لعب ليبرون. نشوف باتلر حاليا موجود، ما نقول ان باتلر هو ليبرون جيمس ولا هالامور دي، طبق طريقة اللعب، طبق طريقة لعب ليبرون بالفعل. انا هذا اللي شفته. فلو دراجيتش كان موجود يمكن هم نشوف يمكن اسيستات عالية من جيمي باتلر، بس مو بهذه يعني مو ب 10 اسيست تقريبا كافرج. احنا شفنا يعني شفنا باتلر خصوصا في السيريسات اللي قبل الفاينلز كان بعد يعني مركز انه يصنع لعب، مبين انه مو مركز يسجل وكان يصنع لعب زين، بس الحين بعد مثل ما انت قلت وهي إصابة دراجيتش صار في مستوى أفضل في صناعة اللعب. أتوقع عودة دراجيتش إلى ميامي لو يرجع جيم 6 بتكون الاحتمالات مفتوحة، ما خل ما أقول احتمالات، الخيارات عند سبولسترا في الخطط بتكون أكثر بواجد من اللي كانت موجودة، لأن عنده باتلر أثبت أنه يقدر يصنع لعب على مستوى عالي، عنده غوران دراجيتش صانع لعب مسجل،
فعنده صناع لعب مسجلين اثنين من اعلى مستوى. فاذا يعني اذا دراجيتش رجع اتوقع بسبب مشاكل الدفاع الليكرز. الكل يتوقع حبس هاي ما نعلم فيها لحد الحين. انثوني ديفيس من جانب الليكرز، الديبيت اللي قاعد يصير او وجهه النظر اللي قاعد تقول ان ليبرون انثوني ديفيس قوه هجوميه بحت وقوه دفاعيه هم بحت، شنو اللي ممكن يقدمه انثوني ديفيس في حال اذا انثوني ديفيس رجع المباراه القادمه لعب فيها وهو ما عليه اصابه، يعني وتكون الإصابة اللي كانت صالتها طفيفة وتكون ولا شيء. أنا أعتقد المباراة الجاية أنثوني ديفيس راح يسيطر على المباراة إذا في حال إنه لعب هيلثي راح يسيطر عليه. أنا أقول يلعب الأفرج ماله الطبيعي، لأن الأفرج ماله الطبيعي أبوف 30 بوينتس، فهذا خلنا نقول أفرج طبيعي، ما بنقول هو صاير أون فاير أو تركيز أكثر عليه في الهجوم، لا لا لا. الأفرج ماله الطبيعي لأنثوني ديفيس كافي للليكرز. اللي مسيطر على الميد رينج الليكرز انت تشوفه لما كان نقول كيري شلون مسيطر على الثلاثيات، كان صاير انثوني ديفيس ملك الميد رينج، يعني من اصل 10 بشوته في الميد رينج 8 او 9 بيسجل، لاعب خرافي قاعد يذكرني مستويات من خلينا نقول تيم دنكن بس على اخف، على لاعب حر شوتر اكثر شوتر. بول هاندلينج عنده شوي ماخذ من كل شيء من كل شيء، يعني خلينا نقول كومبو جارد بس على باور فورورد، على امكانيات سنتر، على خفه إيه، لأنه هو متعلم أساساً، هو متعلم أساسيات، كان يلعب بوينغارد وهو صغير، كان يلعب بوينغارد وهو صغير أنثوني ديفيس، فكبر وتحول إلى بوزيشن فور، وخلنا نقول الحين في هالأيام هذا مو مركز البيك. يمكن أنثوني ديفيس يلعب بدون مركز، يعني ما قدرت تصرفه تحت أي مركز، ما أدري شلون أصرفه، تصرفه شنو؟ لاعب يشوت لك ثريات، يفتح لك اللعب، باسر، بلاي ميكينج، كل شيء عنده. هو بوزيشن فور بس الحين ويا يعني الابديت اللي قاعد يصير في كرة السلة او التحديث اللي قاعد يصير في اللعبة خصوصا في الام بي اي، اقدر اشوفه افضل بيج مان في الدوري. افضل هذه افضل بيج مان، لان زمن الكلاسيك سنتر ولا حاليا زمن الكلاسيك سنتر ما يفيدك ذيك الفائدة، يعني اذا كان خصوصا انه ما عنده شوتينج صعب انه يلعب أفضل. صعب انه يعطيك ذاك الاداء، والدليل عندك هوارد. هوارد خلاص، هوارد من جيل الكلاسيك خلنا نقول. إيه يعني تشوف حتى الحين على هوارد حاليا، أنت تشوف جسمه، تشوف الحالة الفت اللي هو فيها، هوارد ما يقدر يلعب ون ان ون تحت في البينت، يقدر بس ليش أمس يعني على إن ميامي قاعد يلعب سمول، فوغل ما قدر يلعب واجد صعبة، لأنه صار مثل ما قلت لك هذه التحركات اللي صارت وفايف سمول ما يقدر إيجاري مستحيل. يعني هوارد ما يقدر إيجاري هذه التحركات، يعني خلنا نقول بيصير بيطلع له سكرين واحد او سكرينين عقب خلاص صعب مس ماتش في صعب. لاعب فاضي او مو بس لاعب فاضي، في لاعبين يمكن بيطلع لاعبين بيجيبهم للجارد ماله اللي كان المفروض هو يكون الجارد ماله بسبب مشكله دفاعيه في الليكرز كامل. صعب ما يقدر يسوي سويتش يعني 1 تو 5 هاورد، صعب ما يقدر، واجه صعب عليه على بنيته الجسمانيه، يعني هذا اللي يتفوق فيه بامادي بويو كسنتر. بامادي بويو شفنا يدافع على اي بوزيشن 1 2 3 4 5 يدافع عليهم كلهم، بس بام اديبايو تعتبره بيور فايف؟ لا، بام اديبايو اوريدي درافتد هو باور فورورد. باور فورورد فلا صار هذا اللي قاعد يصير ويا تحديثات اللعبه. شوف بام اديبايو انتوني ديفيز بس ناقصنا الشوتينج بثري بوينت ما عنده، يعني شوتينج بثري بس عنده ميد رينج ممتاز، ميد رينج يعني خلينا نقول افريج، مو البيست ولا يعني ما بنقول نفس انتوني ديفيز، لا 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 بس لا. يسجل لك، يعني ما تخلي اوبن في الميد رينج، ما لا لا ما يسجل إيه؟ يسجل يسجل لك، بس لو بنقارن بنشوف خلينا نقول كلمه موبيليتي على بام اديباي، موبيليتي على انثوني ديفيس، لاعبين يقدرون يسوون لك كل شيء في الملعب سواء هجوم سواء دفاع، بس الافضليه التامه والمطلقه ديفز. حق ديفيس، يعني لا احد يفكر ان بام هو مستوى ديفيس، لا هو ما في مقارنه ما صراحة. في مقارنه يعني، بس ان لو نشوف تحركات ديفيس تحركات بام في الدفاع وفي الهجوم تقريبا نفس الشيء، لان ثلاثهم سنترز او بيكس بس يسوون لك كل شيء، يعني بعض الهجمات تبتدي بام اديبايو الكره تكون عنده، بعض الهجمات تبتدي عن انثوني ديفيس، انثوني ديفيس يكون بلاي ميكينج، بام اديبايو يصير بلاي ميك، بام اديبايو يفتح اللعب حق الفريق، انثوني ديفيس يفتح اللعب حق الفريق، شفنا يعني لاعبين نفس المواصفات عندهم تقريبا، لاعبين مميزين لاعبين مميزين، وهذا اللي قاعد يفسر يعني ما اقول لك اعطي الفضل بشكل كامل لهالموضوع، لكن هذا جزء كبير من نجاح الفريقين الوصول للفاينل، صح لان عندهم لاعبين على اعلى مستوى يلعبون از بوزيشن 5 بس مثل ما قلت لك مو كلاسيك سنتر مو كلاسيك سنتر يتحرك برا يفتح سبيسنج للفريق كله،
صح، يفتح سبيسنج، يعطي حلول هجومية في الدفاع، يقدر يسوي سويتش 1 تو 5 1 تو 2 يعني يسوي سويتش ويا اي جارد ما عنده مشكله يعني، لو ودافع بشكل زين. اثنين من انثوني ديفيس واثنين من باما دي بايو اعتقد انت تكون مرتاح اذا بتريح اللاعبين، بس اذا صعب تقدر انت ما تقدر تريح انثوني ديفيس في الكوارتر الاول مثلا، خلينا نقول 7 دقائق ولا تقدر تريح بام. شفنا يعني يوم بام تعور لحد الحين، هذا بام مو بام اللي شفناه، بام لحد الحين هل هو لحد الحين مو راجع من الاصابه كفت، مو راجع ك، هل الاصابه لحد الحين لا زال يعاني منها؟ اعتقد لا زال يعاني منها، واعتقد 70-80% يعني مو بشكل كامل اتوقع انه قاعد مؤثر على الاصابه، ولا ما شفنا هالمستوى الممتاز منه البارحه. بس بعد لما سالوه في التصريح قال انا بسببي يعني ان جيم باتلر سوى كذي، لازم انا المباراه الجايه شوي اخفف عليه، يخفف الحمل عنه. اي يعني صاير جيم باتلر هو اللي امس هي كارد ذا هول تيم، نفس ليبرون لما كان متعور كايري، لما كان متعور كيفن لوف، هذا نفس الشيء اللي شفناه. باتلر البارحه انا اقدر اوصفه يعني ما كان لاعب كره سله في الملعب، كان فنان. انا أبتس. كان فنان يعني ما في شيء في كره السله البارحه ما سوى جيم باتلر. صح، كل شيء سوى، كل شيء ممكن يقدر عليه لاعب كره سله سواه جيمي باتلر البارحه. في ديبيت قاعد يصير يقول لك ليبرون جيمس في حال فاز بهالبطوله لحد الحين ما بيكون هو الجوت او افضل لاعبين، لان ليش قاعد يلعب في اضعف عقد في الام بي اي، يعني لاعب سوفتس ايرا ان دي ان بي اي. هذه محطه جدل يعني، انا قاعد اشوف انه يعني ما نشوف الهيمنه الدفاعيه الموجوده بشراسه، ما الطريق يقول لك مال ليبرون كان سهل، الطريق مال ليبرون يكون ليبرون موجود عند انتوني ديفيس، انتوني ديفيس شال ليبرون على ظهره، اي شيء يتعلق بليبرون جيمس كان يحاولون الاعلام انه نفس ما تقول قال انه صرت نقص من ليبرون. ليبرون شلون، هل هذا النقاش اساسا المفروض انت تفتحه كاي يعني هاي الديبيت المفروض مو موجود؟ متى وورد بيس اللي هو رون ارتست لما تكلم قال ترى ريسبكت ماي ايرا، هذه الفتره دي اللي كان فيها رون ارتست كان فيها بولدوجز دفاعيين مميزين فيزيكال آل هارينغتون، شفنا رون ارتست، شفنا بن ولس في دي الفتره، شفنا رشيد، شفنا شين باتير، شفنا لاعبين، فهذا مو الويكست ايرا يعني هذا ال20 سنه من 2010 من 2000 الى 2020 هذا انت ما تقدر تناقش فيه، ما يصير انت تقول ان ليبرون جيمس لو فاز بهالبطوله ولا البطولات اللي فاز فيهم بتكلم منه، لا هو في الأخير سواء كان بابل إحنا نلعب بجمهور بدون جمهور أنت ما تنقص. في النهاية هذا شيء أنت ما قدرت تحسبه على ليبرون جيمس، هذا مو ذنب ليبرون جيمس، مو ذنب ليبرون جيمس إنه انولد في هالسنة، إنه لعب في هالسنة، هو القوانين تتغير، اللعبة تتغير. بس ليبرون يعني شوف، خلينا نقول درافتد متى كان ليبرون؟ 2004 2003 من 2003 إلى 2020 17 سنة من أعلى مستوى يلعب، أنت شلون تنكر كل هذا وتجي تقول أنه يلعب في الويكست إيرا، يلعب في هذه الأمور؟ ما يصير ما له خصو يعني. بس موضوع يعني برد أرجع عليك، موضوع أن ليبرون هو الجوت، هذا أنا ما أشوفه، ممكن سكند بيست بلاير ان ذا هيستوري، ممكن ما عليه، بس ما تشوفه يتفوق على ام جي. والأرقام، الارقام مو كل شيء، الارقام مو كل شيء، لو الارقام كل شيء الارقام مو كل شيء. ان كان شفنا إيغودالا افضل من ليبرون، صح، هذا الارقام مو كل شيء، وهذا اللي كنت ابغى اقوله، الارقام مو كل شيء. روبرت هوري كبطولات اكثر من جوردن، بطولات بعدها مو كل شيء، صح. بالرسل كبطولات افضل لاعب في التاريخ، افضل لاعب في التاريخ، بس هل بالرسل ذا جريتست اوف ذا اول تايم؟ نو، لا البطولات هي كل شيء ولا الستاتس هي كل شيء. شنو الشيء يعني اللي يعني تنقص من ليبرون؟ انا اشوفها مو منطقي. انت ممكن تلوم على بعض المحطات في مسيرته، يعني تتوقع امس كان المفروض ليبرون جيمس يخلصها ولا يلعب الباس؟ بالنسبه لي ايه؟ لا يلعب الباس، حتى هو سألوه يلعب الباس في النهايه. هو جايب داني جرين عشان يشوت 3 بوينت، شنو شغله داني جرين ويعطي يعني، مو هو يعطيه طبعا، النادي يعطيه سالري ايه علشان يعني ميد سالري، يعني مو مينيمم، لا تقريبا يستلم 15 مليون من الرواتب الميد. هل انا موقع يا داني جرين علشان يسوي لي نفس اللي يسوي ليبرون جيمز ولا عشان يسجل لي هالثريات؟ انا جايب انه يسجل الاوبن 3 باختصار. يعني خلينا نرجع لجيم 6 شيكاغو بولز يوتا جاز، مايكل جوردن عند الكره، دبل تيم كيك اوت حق ستيف كير، سجل الثري، تشامبيونشيب حق مايكل جوردن، تشامبيونشيب لو سجلها البارحه داني جرين، تشامبيونشيب حق ليبرون جيمس، لعبة ليبرون صح 100%. في ناس تقول لك ان داني جرين كان مفروض يلعب على كي سي بي في الكورنر، بس تتوقع انت يعني كان شفنا إيغودالا طالع وجاي لداني جرين، هاي اوريدي خلاص يعني كان مفروض من زمان شايل داني جرين، بس كان كي سي بي موجود هناك اوبن،
فيقول لك كان المفروض انه يمرر لكي سي بي، بس انت شفت شوتر بمرر لشوتر اثنيناتهم اوبن، ما حد بيسويها الاكسترا باس ما كان ما حد بيسويها. يعني داني جرين استلم الكره ما استلمها صح، يمكن طاحت اول مره شالها، لحد الحين هو لحد الحين اوبن يعني ما عليه، حتى لو ايجدال جاي بيسوي الكونتست زمان. بالنسبه لشوتر هذا بعيد بالضبط، وداني جرين احنا متعودين عليه خصوصا كورنر 3 كونتستد شوتس يسجلها سوش زين. امس ما عنده عذر انه يضيعها، ما في عذر. ويجيك بعد شو اسمه ذاك موريس يخلصها، ذكرتنا بجير سميث في اخر الثواني، امس شيل الكره في ايده وش ثلاثه برا خلاص. يعني فكره الهايلو كانت زينه حق انتوني ديفيس، خصوصا انه ماخذ البوزيشن ماله، بس خون فيه الهايلو يعني راح واجد فوق. هذه كانت يعني النقاط اللي تحولت في المباريات، واعتقد انه ما يصلح ان انت تقول هذا اللاعب مو الجوت او انه من افضل اللاعبين في الزمن، هو مو هو اللي خلق اللاعبين الموجودين وجاب اللاعبين. هذا نقاش ما تحتاج تفتح، ليبرون مو افضل لاعب لانه يومين مو موجود تحت الحلقه علشان يعطي بلوكات، يعني ما له يخص اللاعبين موجودين لو مو موجودين، لو ليبرون لعب في ذا الزمن، لو مايكل لعب في هالزمن، لو كريم لعب في ذا الزمن، والتشامبرلين لو لعب اكثر فتره ضد كريم عبد الجبار ما بيصير كذي. لا هذا كله حكي فاضي، احنا ما لنا نخص باللي يصير في البيئة. صارت كذي العوامل تتقبل منها ولا لا انت خذ على اداء اللاعب، خذ على اداء اللاعب. فهذول المحللين دي الناس من المحللين، وهذه الديبيتس المفروض خلاص انتهى، المفروض هاي كلكر في ليبرون. مثل ما قلت لك نقاش ما له داعي نهائيا. قبل لا نختم قول توقعك المباراه الجايه. انت توقع لي بدون عاطفه سيء، بدون عاطفه ليكرز، لان توقعاتك كلها عاطفه الصراحه صايره. خلنا بقول ليكرز بفوز بخلصها زين، في حال مستوى ليبرون اللي شفته امس يكون موجود، لان صراحه خوفني تعبني امس ليبرون، تخوفني امس صار لي ستيفن كاري انا استغرب، خوفني يا اخي. يعني داش مركز، داش مركز يبغى يحسم بطوله خلاص، منتاليتي تشامبيونشيب خلاص، انا جاي احسم بطوله. اي فاذا شفت ليبرون نفسه وانتوني ديفيز دعب وهو من غير إصابة من غير أي حمل، ليكرز جنا وينت. وبعد الرول بلايرز لازم على الأقل اثنين منهم من الليكرز أو ثلاثة منهم على الأقل فوق السبن بوينتس، يعني اثنين فوق السبن بوينتس، خلينا نقول واحد فوق الفيفتين، هاي ضروري، ودفاع يكون متميز. خلينا نقول اثنين أو ثلاثة غير أنتوني ديفيز غير لبرون جيمس دبل ديجيت سكورينج، اثنين ضروري، اثنين بس ضروري، قلة التيرن اوفرز، لان ترى الفاست بريك بوينتس للليكرز فرق طويل عن ميامي. بس هل تضمن استمرارية جيمي باتلر خصوصا عقب الارهاق اللي صار؟ انا اتوقع بما اديباي بيطلع، يصير يطلع بصورة قوية، بس غياب دراجيتش انت تحتاج هالمستوى من جيمي باتلر بعد جيم 6 وبعد جيم 7 اذا ممكن انك تحقق بطولة. مو جيمي باتلر بس اللي سواه دنكن امس لازم يستوي في حال اذا ميامي يبون يجيبون البطولة، إذا ما سوى دنكن على الأقل يسوي النص، والنص الثاني يسوي هيرو. صح، بس سوى بتفاهم يمين جيمي باتلر. صح، هو صانع اللعب الأساسي كتركيز. لا إيه أعتقد إيه جيمي باتلر بركز، جيمي باتلر بركز، بس شفت أنت الفيديو ما يقدر يمشي، ما يقدر يمشي من عقب. يعني الفيديو اللي تقصده جيمي باتلر كان في البرس كونفرنس، الرجال مو قادر يشيل روحه، اكيد ما هو في المباراه مو قادر يشيل روحه، شفناه لما دش الليب واحد من الليب الفاول كان نزل على البورز زينين وحط تعبان الرجال، كان مهلوك. قلت لك كان عنده، يعني انا استغربت منه وقلت لك احييه على هالمجهود اللي قدمه في اعلى مستوى، ثلاث مهمات ترى يعني مو شيء سهل، مراقبه ليبرون، صناعه اللعب طول المباراه، وعبء التسجيل بعد عليه، يعني هو يصنع وهو يسجل. لا لعب مباراتين اللي قدم فيهم التربل دبل استثنائيين، والمباراة الثانية بعد هذا غير، بعد ليبرون جيمس قدم مستويات خرافية، وبعد أنتوني ديفيس قدمين مستويات خرافية، فقاعدين احنا نشوف سيريس صار ممتع أمانة، سيريس ممتع، بس لاعبين ميامي تأخروا على ما دشوا جو الفاينلز. انت ما تقدر ديزل ما يشغل في البداية، انت ما تقدر تلومهم كونهم كلاعبين صغار، وفي لاعبين قلت لك كل اللاعبين اول فاينل ليهم ما عدا اندريا جدالة، يعني انت ما تقدر تلوم، بس انا اشوف تاخروا، يعني كان ممكن من جيم 2 انهم يدشون في جو الفاينل. هذه دعايه اخوك، لا هاي دعايه حق ميامي في الفري ايجنسي، ترى فريق بهالشكل ما بيسوي يفتح عيون اللاعبين، اكيد هذا الشيء اكيد يفتح عيون بالايجابيات ترى للميامي. قبل الختام عندك شيء تبي تضيفه؟ ما قصرت حبيبي، خلصنا، نشوفك المباريات الجايه، واذا خلصت بعد السيريز نشوفك في الفري ايجنسي وفي الدرافت
بإذن الله موجودين إن شاء الله. حبيبي تشرفنا فيك. حبيبي سيد تشرف لنا وخلك حيادي شوي ها. خلك حيادي شوي. كل كينج وراي بعد تبون زيادة. يعطيكم العافية وشكرا على المشاهدة ونشوفكم في الحلقة الجاية. باي باي.